عندك يا ابويا؟ قولي وحياتك عندك يا ابويا قولي، وكلمني انت الزمان اعلمك وعليك تعلمني، علمني درس افهمه في الدنيا واعمل بيه. قول يا صاحب مين ومين اقابل ليه؟ قول يا صاحب مين؟ حقك عليا يابا أرجوك سامحني يابا، يمكن رضاك عليا وقت العذاب العذاب العذاب. حقك عليا يابا عندك يا ابويا قولي، وكلمني انت الزمان علمك وعليك تعلمني، علمني درس افهمه في الدنيا واعمل بيه. قول يا صاحب مين أرجوك سامحني يابا، يمكن رضاك عليا وقت العذاب العذاب يحول. أبويا ساب لي إخوات ستة منورين كل حتة، أبويا ساب لي إخوات ستة منورين كل الحيطة، كتب لي ورقة ووصاني، كتب لي ورقة ووصاني زي الطبيب ساب لي روشتة، زي الطبيب ساب لي روشتة، زي الطبيب ساب لي روشتة وقال لي يا ابني خد بالك ابويا ساب لي اخوات ستة
منورين كل حتة كتب لي ورقة ووصاني زي الطبيب ساب لي روشتة وقال لي يا ابني خد بالك بحق قلبي جديد حالك اوعى تخلي فوق امك اوعى تخلي فوق امك تحتاج لعمك او خالك تحتاج لعمك او خالك البيت ده وقدامي بلده البيت ده وقدامي بلده البيت ده وقدامي بلده عشان خاطركم انا حليته عشان خاطركم انا حليته اغضب عليك انت يا ابني اغضب عليك انت يا ابني لو مقتلوم لو مقتلوم او هديته يا دوب يومين على كام ليله اوعى تروح يوم زمان
اكون ابا ولا اساعدك. لو حد خلى انا هحمل ايه؟ اكون ابا ولا اساعدك. الضعيف في الدنيا ياما، الضعيف في الدنيا ياما، محدش بيسأل فيه. اللي خونك ما تخونهوش، اللي خونك ما تخونهوش، حرص منه ولا تقولوش. ايه اللي خونك ما تخونهوش، كفر الشيخ كفر الشيخ. موزة موزة موزة، كفر الشيخ كفر الشيخ. محمد 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 حياك. ايه وحياك عندك يا ابويا، قول لي مش بالعرض سوي زي ما هو كان زمان. علمك وعليك تعلمني، علمني درس افهمه في الدنيا واعمل فيه، ولا صاحب مين ومين امن مين. اسكندريه اسكندريه، والبحر الاحمر واسماعيليه، والدراويش ومحمد سعيد. ايه والجمهوريه والجمهوريه، واليوم السابع واليوم الثامن واليوم التاسع، وفيتو وفيتو وعبد الله. ايه شرب الحشيش مش هيفيدك، وشكله مش حلو في ايدك، لو اتمسكت في اي كمين، لو اتمسكت في اي كمين هتضيع، محدش هيفيدك، هتضيع محدش هيفيدك. يا دوب يومين على التمرين، يا دوب يومين على التمرين، لقيتني مسؤول على عيلة، وكان عليا الحمل تقيل، كان عليا الحمل تقيل. أم يوسف أم يوسف أم يوسف، وكان عليا الحمل تقيل. طلعت مش قد الشيلة، كل اللي أبويا شقي وجابه، وراح عليهم كل شبابه، كل اللي أبويا شقي وجابه، وراح عليهم كل شبابه. بسهولة جدا ضيعته، صرفت كل جنيه سابه، مشيت في سكة حرام فحرام، صاحبت ناس كلها إجرام. لو حد حاول ينصحني ما سمعش منه أي كلام. يا بابا يا بابا يا بابا، محمود أبو هلال، حمود أبو هلال، حمود أبو هلال، اسم الزاوية الدولي الدولي، المنصورة المنصورة، حي شربين حي شربين، وعشبة البط، وحي بلد أمي، وحي الشرفية. الشناوي الشناوي الدولي الدولي، السعودية اسمع مني يا بلدية، أحيي كل السعودية، بحيي أم عبد ومخصوص، بحيي أم عبد ومخصوص، وكمان بحيي إسماعيلية. يا كريم يا كريم، حي دمياط والاهلي الاهلي، بسديله البساتين. ايه
البساتيني الشناوي أسيوط 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 ومغاغا أسيوط 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 ومغاغا أسيوط إسلام الشافعي كل ما تسيني اسمع عليا الدراويش الدراويش المغرب 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 اسمع مني وركز لي العاشر من رمضان وكل واحد يجهز لي العاشر من رمضان العاشر من رمضان اسكندرية اسكندرية الشرقية الشرقية المنوفية محمد ابو حمادة دمياط الجديدة دمياط القديمة دمياط اللي في النص الكنس والسندوتشاوية دمياط الجديدة دمياط القديمة دمياط اللي في النص الأردن الأردن العب بودي العب بودي هاتلي العب بودي هاتلي العب بودي العب بودي فساتين العريس والعروسة فساتين العريس والعروسة اسكندرية اسكندرية شارع الشيشيني فيصل فيصل حي عم صبري عم صبري نخوك ايه عم وليد عم وليد حي طارق طارق البحيري عم شعلان حي ميحة حي ميحة سعد ميحة باشا سعد سعيد عبد الله حي ابو عبد الله ايه الجمالية حي الجمالية حي الجمالية عبدايم عبدايم أحمد فرج ومحمود فرج وحي الكويت حي الكويت وشعب الكويت سويس حي السويس 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 شركة بسنجيلة شركة بسنجيلة عزبة البط عزبة البط عزبة البط شركة بسنجيلة كل ده من غير فلوس حي عبد الله عبد الله حي البحيرة حي البحيرة حي المنصورة حي المنصورة يا ولد يا شليتها يا ولد يا شليتها ما كان زيك بيتها قوم يدور على الدرشان السجن هيكون اخرتها يا صيد الحته امانه حي عبود 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 ومبابا حي عبود حي كريم باشا حي كريم باشا امبابا حي سكر حبيب سكر حبيب حي كفر الشيخ حي كفر الشيخ حي حلم خالد خالد عبد اللطيف خالد عبد اللطيف حي الرجاله حي الرجاله حي اصحابنا حي اخواتنا حي عيلة الدرس حي كفر الشيخ محمد عياد محمد عياد وابراهيم امين وابراهيم امين كل امين حي مرسيل حي مرسيل بطين وطنطا بطين وطنطا بطين وطنطا
حلو من اول كل الناس اللي في اللايف. حاجة كبيرة أوي موسم، أنا كنت زعلان منك بس أنا مش زعلان منك خلاص، عشان أنت بنت وأخت وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا. بحبك يا موسى، بحبك يا موسى. أعزائي المشاهدين ومتابعي الجمهورية أونلاين والميسا، أهلا بيكم في لايف جديد من عيد ميلاد حميد شعبان عبد الرحيم. أحبك يا موزة يا غالية عليا، يا روحي وحياتي وقلبي وعليا. أحبك يا موزة يا غالية عليا، يا روحي وحياتي وقلبي وعليا. بس خلاص سلحتك على الهوا. وسليمان وبحر البار، احلى سلام لبحر البار ورمسيس. كوبري رمسيس وبورسعيد. عم عصام تقول ايه لعم خميس في عيد ميلاده؟ عم عصام اقول لخميس كل سنه وانت طيب يا اخويا يا حبيبي، يا اغلى حاجه عندي في الدنيا، يا ظهري وسندي وكل حاجه في الدنيا. عم خميس الله يبقى على الهوا قدام الدنيا. طيب طيب يا عيني يا رب. ايوه انت طالع في العالي، مالك طالع في العالي؟ ايه يا قمر يا قمر يا خميس، كل سنه وانت طيب يا خميس، كل سنه وانت طيب يا اخويا، كل سنه وانت طيب يا اخويا، سنة وانت طيب يا اخويا. ومناسبة عيد ميلادك، ومناسبة عيد ميلادك، ايه عيد ميلاد مزاجنا ده عيد ميلاد مزاجنا احنا على مزاجنا. بس خلاص برنان برنان يا نجم، انا وبرنان الجمهورية، الراجل ده تبع جورنان الجمهورية والمسا، جورنان الجمهورية والمسا وشعب مصر كله، كلنا بنقول لك كل سنة وانت طيب يا نجم مصر. وأول مرة النهاردة أغني شوية أكتر ببلاش، أول مرة والله يا جدعان أغني شوية أكتر أوي ببلاش النهاردة عشان خاطر أخويا خميس حبيبي. وإحنا عم خميس كلنا بنقول لك كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة يا رب. أنت تقول إيه لمشاهدي ومتابعي جمهورية والمسا؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وكلهم يقولوا لي كل سنه وانتم طيب، عشان بحبهم وبغني لهم وبرقصهم. انا بغني لهم وبرقصهم وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، فهم يقولوا لي برده كل سنه وانتم طيبين. وانا عايز اقول لكل الناس اللي بتتحشر بيني وبين اخواتي، والله العظيم والله العظيم انتوا اللي خسرانين، احنا ما عملناش حاجه ولا زعلانين من بعض. والدليل على كده ان كلكم مع بعض، كلنا مع بعض، وكان عدويه هنا من شويه. عبد الرحيم في الشغل وعدويه في الشغل، واحنا مش زعلانين من بعض. وافرز زعلانين من بعض، بنزعل الاخوات كلها بتتخانق. الراجل اللي بيتصل بيا احنا مش زعلانين من بعض، اصبر شويه هخلص واكلمك. الحمد لله يعني مفيش اي حاجه. عم يصور اللي قاعد بيزمر ده سيد اخويا، هنتكلم معاه دلوقتي. هو اللي غيرنا ولا احنا لينا غيره؟ وخميس نفس الموضوع، ومنغام امنا واختنا الكبيره والصغيره. وعدويه اخوك ولا ابنك؟ وعدويه ابننا وعبد الرحيم، يعني ربنا ينتقم اللي زعله. شعبان عبد الرحيم يعني كلكم، هات التليفون ده هنا وربنا ينتقم اللي زعل عبد الرحيم، ولا زعل خميس، ولا زعل اي واحد فينا، يزعل التاني ربنا ينكد عليه بحاجه. وانت بنفسك قلت اي حد هيبص لاي حد فيهم انت هتفرمه. ايوه هو في حد تقدر تسيب اخوك حد يزعله؟ الدم عمره ما يبقى ميه. ده احنا فرحانين اولا ان احنا ولاد شعبان عبد الرحيم، عشان احنا لو مش ولاد شعبان عبد الرحيم وزعلانين من بعض كده وحياه الكرام ما حد هيعبرنا. والله العظيم يا جدعان احنا لو مش ولاد شعبان عبد الرحيم ويعني اي ناس كده زعلوا من بعض هيزعلوا ومحدش هيعبرهم ولا حاجه، لكن احنا اكمن الموضوع كبير كده، اكمننا احنا ولاد شعبان عبد الرحيم واحنا مش زعلانين من بعض ولا في اي حاجه خالص. بس خلاص. وانت عم خميس
حبيبي عم انت ما حدش زعلان منك ولا حد جاب اي حاجه وعم خميس اصلا وزير الحنيه زي ما بيقولوا عليه اخواته انا اه غلبان قوي انت مش غلبان يا عم خميس انت وزير الحنيه انت كلك حنيه وطيبه الله يخليك عم محمد الله يستر معاك كل سنه وانت طيب وانت طيب يا عم وانت منور العيد الميلاد الصغير ده ربنا يخليك يا عم خميس عم سيد تقول ايه لعم خميس في عيد ميلاده اقول له حالا اهو ثانيه واحده حالا اقول لك ثانيه واحده ثانيه بس عشان الورقه قلبت انت لي ولاد البرتقاله لا 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 هو مش عايز مش عايز يجيب شرقي كمان ده بجد بقى كده اعزائي مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين والمسا نكون وضحنا للناس كلها ان مفيش خلاف اصلا بين اولاد عم شعبان عبد الرحيم الله يرحمه كلهم موجودين في عيد ميلاد خميس كان عدويه هنا من شويه وعبد الرحيم جه بس كلهم نزلوا لظروف شغلهم وعم عصام بنفسه قال مفيش اي حاجه واللي يقرب من اخواتي محدش يقدر يكلم اخواته ولا يقرب منهم وبرده سيد اخوهم هو عاوز يقول حاجه ما يعني مش عارفين بقى ايه بكره يقول لك ده كان عيد ميلاده عملوا كده عشان يقولوا مش عارف ان مفيش حاجه ده عيد ميلاد خميس حقيقي يعني ده خميس حقيقي هو ده خميس الحقيقي وعيد ميلاده الحقيقي اللي في البطاقه واحنا اصحاب اللي مش خناق تحب تقول حاجه ده انا عم سيد عايز اقول ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا ولاد الحرام يا رب ربنا يخليك لبعض مش عم عصام تحب تختم معانا باي حاجه اختم واقول للدنيا كلها ربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه ربنا يكفينا شر العيون الناس وربنا يستر عرضنا وعرض بلاد المسلمين جميعا امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين بس وربنا يرحم عم شعبان كده مفيش اي مشكله ولا في اي حاجه دي كانت ساعه شيطان جديد كل متضايق كل سنة وانت طيب مرة تانية يا عم خميس شكرا مشاهدي ومتابعي الجمهورية اونلاين والمسا حمودة معايا في اللايف هنا ما تيجي معايا لفاصل وقول لي كل سنة وانت طيب بعد اذنك دقيقة واحدة وامشي تاني على طول قول له يا عم عبد الباسط